طبعا انا راضي على المستوى الذي يعني حققناه، وطبعا هذا كان تحدي شخصي اول حاجه، لانه دائما اينما تواجدت الا وان ابحث على الالقاب. الحمد لله انه في اكثر يعني من محطه حققت يعني بعض البطولات اللي هي مهمه بالنسبه لي، وربما تعزز يعني العمل الذي نقوم به ان شاء الله. اليوم الغد يعني تقريبا التشكيل سيكون يعني مكتمل الحمد لله. يعني الاصابات اللي هي بسيطه عاديه جدا بالنسبه لي يعني اللاعبين، والكل سيكون ان شاء الله حاضر، يعني الخيارات ستكون يعني متاحه في المقابله كلها. المنتخب القطري منتخب يعني صاحب اللقب، صاحب الارض والجمهور طبعا، ومنتخب اللي هو عنيد، يعني ليس بالسهل أن تحقق يعني النسخة الماضية بامتياز، وأنا كنت من الناس اللي تابعوا المقابلات كل هذا المنتخب القطري. الكل يعول على حضور جماهيري يعني مميز، أكيد أنه الملعب سيكون يعني مليء على الآخر، وطبعا نحن نعول على يعني المساندة الجماهيرية اللي مهمة جدا يعني كما عودونا يعني عليها في المقابلات السابقة، وإن شاء الله أن نستمتع داخل المقابلة يعني وأن نؤدي بالشكل الجيد، وأن يكون مستوى يعني هذا النهائي القطري الأردني يكون في مستوى تطلعات أول حاجة القيمة ديال الكرة الأسيوية. نشعر بالفخر والاعتزاز بتواجدنا بقطر ووصولنا للمباراة النهائية. إن شاء الله احنا نعلم أنه مباراة الغد ستكون قوية ضد المنتخب القطري، بس احنا نعتمد على أنفسنا، إن شاء الله راح نبذل قصارى جهدنا ونقدم كل ما لدينا لإسعاد الجماهير الأردنية ونجعلها فخورة بينا. زي ما هم تقريبا عندهم لاعبين مميزين وبسجلوا بكل مباراة، نحن نملك عنا لاعبين كمان مميزين وعنا لاعبين على مستوى عالي، فهي مباراة راح تكون قوية يعني بين المنتخبين، ودائما المباراة النهائية بتلعب على تفاصيل وجزئيات بسيطة، وإن شاء الله يعني تكون مباراة تليق بالكرة العربية إن شاء الله.